Bonjour tout le monde. مساء الخير للجميع. Comment allez-vous? كيف حالكم جميعا اليوم؟ بتمنى تكونوا بصحة وسلامة. احنا اليوم بالحلقة 13 او جزء 13 من اللغة الفرنسية لغير الناطقين بها. ان شاء الله اليوم اذا متذكرين المرة الماضية حكينا عن طريقة طرح السؤال، كيف نطرح سؤال، سواء بالبداية حكينا عن طرح السؤال اللي جوابه بده يكون وي ونو، نعم أو لا. بعدين المرحلة الثانية حكينا المرة الماضية الثلاثاء الماضي عن طريقة طرح السؤال اللي هو نقدر نسميه لي كيستيون اوفيرت، الأسئلة المفتوحة، اللي هي مثلا كيف، اللي يكون جوابها شرح يعني. الجزء الثالث اليوم والأخير من طرح الأسئلة اللي هو اليوم بنسميه لي كيستيون بارسيال. لي كيستيون بارسيال اللي هي زي ما نسميها المنقوصة، الأسئلة المنقوصة اللي هي بتيجي بين الاثنين. هاي الأسئلة لي كيستيون بارسيال اللي هي بنسميها، اللي هي طريقة طرحها بتكون باستخدام أداة السؤال كيل. أداة السؤال كيل، الفرق بينها أداة السؤال كيل وأدوات الثانية إنه أداة السؤال كيل بدها لازم ننتبه لها، لأنه في منها مذكر مفرد، مؤنث مفرد، وجمع مذكر وجمع مؤنث، مختلف عن أي أداة سؤال أخرى باللغة الفرنسية. هاي بنسألها مثلا، نرجع نفس النظام، الثلاث روجيستر أو ثلاث ستايلات للأسئلة. عندنا أول شيء لي كيستيون بارسيال أو روجيستر كورون. كورون قلنا العام الستاندر. كيف نسأل سؤال؟ بالبداية بدي أحكي لكم إنه في عندي أنا ثلاث، عندي أربعة من كل السؤال البارسيال تنسأل كل، كلهم نفس اللفظ الأربعة كل. كل هاي بستخدمها إذا كان سانجوليه مسكولة، مفرد مذكر. عندي هلا من أمزح تفهمون كيف، بس لازم تعرفوا إنه لها أربع أشكال. كل الثانية في حالة كان مفرد سانجوليه لكن فيمينا مؤنث، وعندي كيل كله نفس اللفظ، ملاحظين؟ لي بلوريال جمع مسكولة مذكر، والأخيرة اللي هي كيل. هاي انتبهون كويس لأنه أداة السؤال الوحيدة اللي بتختلف حسب المسؤول عنه، بلوريال في منه. يعني أنا عندي أربعة، الأربعة لفظهم كيل 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 نفس اللفظ. عندي للمفرد المذكر، الجمع تاعه هاي المفرد الجمع بس بضيف الاس، وعندي المؤنث كل نفس اللفظ بس فيها دوبلو ال، حرفين ال و أ، وجمعها هاي. هذا بيعتمد، هاي اداه السؤال الوحيده حكينا بتتغير وبتعتمد عن ايش بدي اسال انا، تمام؟ بتعتمد عن شو بدي اسال. حنشوف حاليا بالتفصيل عن طريق الامثله كيف حتكون. هنا عمل شير سكرين افضل. اوكي، في البدايه مكانها اذا كان الستايل كورون اللي هو الستاندر العام اللي حكينا العام، هذا نقدر نستخدمه بالكتابي الكري او الوغال اللي هو بالحكي، بحطه دائما بالبدايه، بحطه بالبدايه سواء كل فيلو تو ا او، يعني اي اجى معنا هون اي فيلو اللي هي البسكليت او الدراجة الهوائية، تو ا او هنا هذا الفعل ماضي، ماضي افوار، لسه ما اخذناش الماضي، يعني اي دراجة هوائية، اي بايسيكل يعني، انت عندك، تمام؟ هون استخدمت كل الاولى، ليش؟ لانه فيلو اللي هي الدراجة الهوائية او البايسيكل هو مفرد ومذكر. يعني أنا أداة السؤال هون قبل ما أكتبها لازم أعرف أنا عن إيش بدي أسأل، الاسم اللي بدي أسأل عنه لازم أعرفه، إذا كان مذكر بدي أستخدم أداة سؤال مذكر، مؤنث أداة سؤال كل بدي أستخدمها بصيغتها المؤنثة، كان جمع نفس الشيء، جمع مذكر أو جمع مؤنث. فهذا هو الصعوبة باستخدام أداة سؤال كل. كل فيلو أتو أو تو أ تو أ أو، كل فيلو تو أ أو tu as eu, tu as eu, بسرعة بتنلفظ، quel vélo tu as eu، يعني أي bicycle أنت عندك أو حصلت عليه يعني.
حطيت أداة السؤال، حطيت الاسم مباشرة، بعدين حطيت الفاعل والفعل. هاي في الكورون. عندي شوسور، شوسور له الحذاء، أجلكم الله الحذاء، شوز يعني. شوسور مؤنث وجمع، فبالتالي استخدمت كل اللي هي بحالة المؤنث الجمع زي ما شفنا. فهون كل شوسور to please يعني أي حذاء يعجبك، to please بيعجبك من فعل بلير يعجب. هون استخدمت كل مؤنث جمع. كل فيتمون، فيتمون ملابس، كلوتس ملابس. الملابس جمع، عندي الأس زي ما أنتم شايفين جمع، لكن جمع مذكر، فبالتالي استخدمت لها كل اللي هي بأل وحدة مع أس جمع. فزي ما حكيت لكم بكرر أنه لفظهم زي بعض، كلهم زي بعض. كل فيتمون tu as acheté أو tu veux acheter، أي ملابس tu veux acheter بدك تشتري أو حاب تشتري. veux أخذنا المرة الماضية وعطيتكم تصريف له فعل vouloir، يريد، يحب، يريد، يريد. acheté فعل acheté اللي هو يشتري، فعل acheté يشتري. بدي أعطيكم شغلة على فعل acheté قبل ما نكمل. فعل acheté منتظم زي ما أنتم شايفين، acheté عكسه فوندر يبيع. اشتي يشتري، فوندر يبيع. يمكن هذا وقف اوكي. هل هون بنتهي ب دي اف او معناته غير منتظم؟ نعرف اشتي بنتهي ب او ار معناته منتظم، المطلوب يكون مجموعه اولى منتظم، لكن هو منتظم لكن في شغله بسيطه شاذه زي ما كنا نشوف. حكيت لكم المجموعه الاولى المنتظمه احيانا ممكن يكون فيها شيء بسيط غير منتظم. جاشات بدي احط اكسون صغيرة، بس هي هاي الاكسون الصغيرة، هاي زي الشحطة الصغيرة، هاي بدي احطها اثناء التصريف باستثناء تو اشيت، يعني النهايات زي ما هي، مجموعة أولى منتظم بما انه بنتهي او ار ال ال، لكن بدي اضيف الاكسون الصغيرة. جاشيت بشتري، تو اشيت تشتري، il il en achète. يعني هاي هون اثناء الجمله بتحسش فيها، بس اللي بعرف الفونتكس اثناء اللفظ بتكون اقصر شوي. جشت ات ات، يعني تيجي حرف ال اقصر شوي اثناء اللفظ زي مكسور يعني. مع نو nous achetons بضلها زي ما هي. وفو نفس الشيء، vous achetez، ما عندي اكسون زي ما هي منتظم. وإيل وإل الجمع أشت، يعني الفرق الوحيد إنه أنا بضيف الأكسون الصغيرة مع جو ومع تو إيل إل أون مع إيل إل الجمع، مع نو فو زي ما هي. هذا هو الفرق الوحيد فيها مع أشت، يعني الشاذ البسيط اللي هو هاي الأكسون الصغيرة. باللفظ هاي بتفيد باللفظ، بصير مكسور اللفظ شوي باختصار جشت. بس مثلا هون بحكي مع نو نوز، طبعا هون اكيد في ليزون اخذناه اكثر من مره. نوز اشتون 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 اشت اشتون، يعني هون بلفظها زي الأ بسيطه لكن هون زي مكسوره شوي. اشتي اشتي اشت 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 اشتون اشتي اشت، تمام. جاشيت tu achètes il il en achète nous achetons vous achetez il ils achètent. طبعا هون كمان الليزون، تمام. هاي فعل اشتري، فعل vendre فعل شاذ، vendre شاذ عكس اشتري. بناخذ ان شاء الله المره القادمه عشان نرجع لموضوعنا، لكن حبيت اعطيكم اشتري لانه زي ما حكيت لك كل ما يمر معنا فعل من الافعال ال اللي هي منتظمة وفيها اختلاف بسيط، خلل بسيط أو شاذ بسيط، بعطيكم إياها. نرجع للشير دوكومنتانا. كل فيتمون tu veux acheter، أي ملابس حاب تشتري أو بدك تشتري تريد شراءها. هون حكينا فيتمون مذكر، فأنا مباشرة بستخدم لها كل مع ال وحدة، وجمع فبستخدمها ال وحدة مع الاس. هاي الطريقة الكورون.
هاي الطريقة الستاندر، يعني تنفع للحكي الأوغال conversation الأوغال و الكري بالكتابة. الطريقة الفورمال، الفورمال اللي هي حكينا رسمية جدا، أكثر استخدامها كتابي بكون. متى بصير أعكس الفعل والفعل؟ هون ما عكستهم بالكورون، ما عكست، حطيت الفعل زي ما شفنا المرة الماضية أصلا، حطيت الفعل وحطيت الفعل مباشرة بعده. في حالة الرسمي بدي أعكس الفعل والفاعل. كل زي ما هي استخدم كل. هون أول ما أشوف أنا كل فيها دبل ال أ دبل ال أبيك أ مع أ، بدي أعرف إن الكلمة اللي بعديها تتكون مؤنث مفرد، اللي هي كلمة أغ. أغ معناها الساعة. هاي أخذناها السؤال هذا، حبيت أكرره عشان تتذكروا. كيلوغ إيتيل يعني كم الساعة؟ كيلوغ إيتيل كم الساعة؟ كل لوجمون، كل لوجمون، لوجمون سكن، سكن بشكل عام، يعني مش أبارتمون، أبارتمون مثلا شقة أبارتمنت، ميزون اللي هو هوم أو الهاوس البيت، لوجمون اللي هو السكن بشكل عام. كل لوجمون، لوجمون مذكر مفرد، دائما بتنتهي ب ام او ان تي الكلمه، اذا كانت كلمه اسم يعني بتنتهي ب ام او ان تي بكون مذكر. كل لوجمون استخدمت لها كل اللي هي للمذكر المفرد. كل لوجمون بيير اتيل شوازي، اي لوجمون اختار بيير، شوازي من فعل شوازير، فعل شوازير يختار. Quel logement Pierre a-t-il choisi؟ هون التي إذا متذكرين تتابع معي الحلقة، مش الماضية أتوقع أو قبلها، قبلها أتوقع، إذا ملاحظين إحنا أضفنا التي هون، التي قواعديا لا، بس مجرد لفظ ما إلهاش يعني أي شيء، هي إضافة تم إضافتها لالتقاء الساكنين. عندي التقاء الأ مع الإيل اللي هي الإي هون، فالتقاء ساكنين، فأنا مضطر هون إني أعكس الفعل والفعل، فبس عكستهم هون اضطريت أحكي آتي للشوازي، ولا هي أصلها إيش؟ إلى شوازي، شوازي، إلى شوازي، أصلها هيك صح؟ إلى شوازي، اضطريت أعكسهم عشان أصير عندي سؤال، صيغة سؤال فورمال، فمضطر أضيف التي لالتقاء الساكنين، فصارت آتي للشوازي. بقدرش أقول أيل أيل، بصير صعب لفظها، فمنع التقاء الساكنين أنا أضفت الت، فالت قواعدية ملهاش أي إشي، هي مجرد لفظ لا أكثر. لوجمون مذكر فاستخدمت لها كل مع الواحد بدون أس. أوغير، كل أوغير أونتيل، أوغير اللي هي الساعات، بس مش الساعات معنى الساعات، هي ساعات الدوام أو ساعات فتح مثلا المكتبة، ساعات فتح المكتبة، ساعات الدوام بهذا المعنى. كل او غير اونتيل يعني اي ساعات عندهم، اللي هو عندهم هون تعطي معنى انه متى بيفتحوا مثلا ومتى بيسكروا، شو هي ساعاتهم، ساعات الدوام يعني ساعات دوامهم. فنحكي كل، اوكي في هون سيرين تحكي there's no sound، هلا سامعيني؟ ما بدري سامعيني حاليا. اوكي بتمنى تكون سامعيني، ما بعرف ليش ما في ساوند. اوكي نكمل انتظار الرد. كل اوغير اونتيل، الاوغير حكينا الساعات اللي ساعات الدوام، فاي ساعات دوام مثلا نسال عن مكتبه، عن محل، عن ستور، اي شيء. فهون اوغير مذكر وجميع، فحطيت اضطريت احط اجباري لازم احط كل المذكر الجمع. هاي بالنسبة لاستخدام وي، ميرسي. في الصيغة الثالثة أو الغوجيست الثالث أو الستايل الثالث، الفاميليا العامي، إذا متذكرين أخذناها المرة الماضية والقبلها بالطرح الأسئلة، العامي باللغة العامية أو المحكية باللغة الفرنسية أداة السؤال نحطها بالآخر أو في الوسط، يعني بعد الفاعل والفعل، يوم أحكي بالآخر بعد الفاعل والفعل، لأن الكومبليمون اللي هو ما بعد
سواء كانت صفة اسم جار ومجرور بغض النظر بعد بالنهاية. أنا بدي أسأل عن واحد شو اسمه الأول. prénom prénom اسم الأول. t'as choisi quel prénom أنت اخترت أي اسم أول. مثلا واحد بده غير اسمه عنده أكثر من اسم أي اسم اختار. t'as choisi quel prénom. prénom مذكر مفرد فاستخدمت quel بهاي الصيغة. هون بهذا الغجيسر أو ستايل فاميليه كل وين حطيتها بالنص في الوسط؟ في الوسط بعد تو تو هون الفاعل أنت آ هو فعل أفوار شوازي اللي هو فعل يختار يعني عندي فعل أفوار ما يختار لسه ما أخذناها مستقبل هناخذها المرة القادمة إن شاء الله أو اللي بعدها اللي هو الماضي بصير عندي الماضي المركب T'as choisi quel prénom? أنت اخترت أي اسم. تمام؟ Vous parlez quelle langue? Vous parlez quelle langue? نفس المبدأ quel استخدمته بعد الفاعل والفعل بهاي الحالة العامية. Vous parlez quelle langue? هون تحكي تتكلم parler تكلم أخذناها vous parlez quelle langue تتكلم أي لغات. يعني زي ما نحكي بالعربي بالفصحى الفورميل هون بالفصحى أي اللغات تتكلم بالعامية اللغات إيش أو شو اللغات اللي بتحكيها مثلا تمام هون كل استخدمتها حطيت لونج اللي هي اللغة جمع لأنها لغات ومؤنث فاستخدمت كل مع دبليو ال اي اس طبعا البريفير كل روب بتفضل أي روب روب اللي هو الفستان الدرس ذا دريس البريفير يختار بريفير يفضل بتفضل اي روب روب مؤنث ومفرد فاستخدمت كل هاي تمام يعني بدنا نعرف باستخدامهم في ملخص انه زي ما حكيت لكم بدنا نعرف انه كلهم نفس اللفظ نفس اللفظ كلهم نفس اللفظ كل 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 للمفرد وهاي للمفرد هاي المفرد المذكر هاي المفرد المؤنث الجمع جمع جمع مذكر جمع مؤنث يعني بدي انتبه بحال طرح اي سؤال بنسمي له كيستيون بارسييل اي سؤال بتعلق بكل بدي انتبه الكلمه او الاسم اللي بدي اسال عنه شو هو مذكر او مؤنث بالبدايه إذا سألت مثلا عن كلمة اور اور اللي الساعة بسأل كم الساعة تمام بدي أطلع اور اللي هي ايش مؤنث معناته بدي استخدم لها هاي او هاي فهي مؤنث مفرد فبدي استخدمها مباشرة هاي بعدين بصيغ السؤال فانتبه انا بدي اسأل الطريقة الثانية بسأل السؤال بالستايل الكورون العادي الستاندر او بالفاميليه العامي او بالفورمال الرسمي جدا على اساس وين بدي احطها فإذا كانت رسمي أو كورون بدي أحطها بالبداية في حالة كانت عامية بدي أحطها بالوسط أو بالنهاية بحالة الرسمي بدي أعكس الفعل والفاعل بالكورون العادي ما بعكسهمش مثلا بدي أسأل عن أي شيء ثاني بدي أسأل عن نو عن اسم العائلة مثلا نو مذكر فمباشرة ومفرد بدي أسأل عن هاي بستخدم كل هاي وهكذا زي ما شفنا غوب مثلا غوب اللي هو الدريس الفستان اون غوب مؤنث فهو مؤنث فبتسأل مباشرة بستخدم هاي وهكذا يعني بدي انتبه انا بستخدم كل بدي انتبه الاسم بدي اسأل عنه مذكر مؤنث جمع وبعدين بتتبع ايش الغوجيس الستايل هاي هي الصعوبة مع كل الأسئلة الثانية اللي شفناهم المرة الماضية ما فيهم هاي الصعوبة لأنه بس بدي أعرف أي ستايل ما فيهم عندي لأنه خاصة بدنا نعرف موقعها فقط تمام فهاي هي هاي بالنسبة لإيش للسؤال الأسئلة البارسيل هيك بالطريقة هاي إحنا انتهينا من الأسئلة شفنا كيف بنسأل سؤال فيرمي كيستيون فيرمي اللي جوابها بكون وي أو نو شفنا كيف الكيستيون أوفيرت المفتوحة اللي هي زي كومبيان دو كم مثلا نسأل عن كمية كومون كيف
pourquoi, لماذا شفناهم كلهم وشفنا لي كيستيون بارسييل اللي هم زي اللي هم كل اللي بيجي معناها كم احيانا يمثل عن الساعه بس الاغلب بتيجي معناها اي بدي اسال عن اسم معين بيكون دائما بعد كل في اسم بدي اسال عن اسم معين دائما بيشوفوا كل فيلو بعديها اشي بسال عن الفيلو البايسيكل كل شو السوق بسال عن الحذاء كل فيتمون بسال عن الملابس دائما بدي اسال عن اشي معين عن اسم بيكون هاي بالنسبه لايش لا الاسئله هيك بننتهي من الاسئله اليوم بدي اعطيكم شوي عن الفصول ما اتوقع رح نعطيكم اياهم كلهم لكن بدي اعطيكم فصل فصل ان شاء الله لي سيزون بنسميها لي سيزون اذا بتلاحظوا تقريبا اللفظ قريب من الانجليزي من انجليزي لكن كتابتها مختلفه لي سيزون اللي هي الفصول الفصول اربعه يعني لي سيزون عندنا لو برانتون الربيع اللي اغلب الناس بتحبه لو برانتون لو برانتون طبعا الفصول الاربعه كلهم مذكر الفصول ومذكر طبعا مؤذكر ومفرد بشكل طبيعي يعني حتى لو عندي اس هون هاي اس جزء من الكلمه لو برانتون لفظه برانتون برانتون زي ما شفنا بالبدايه نزال بران بران برانتون هون ما بتلفظش برينتون لا بران برانتون كانها ا مش اي برانتون ليتي صيف برانتون ربيع ايتي صيف ليتي ليتي لو تون لو تون يعني الان سايلنت لو تون والان نلفظ نص تقريبا لو تون اللي هو الخريف ليفير فصل الشتاء ايفير هون نلفظ الار عاده الاو ار بالنهايه تلفظ اي لكن في حاله ايفير هو من الكلمات اللي بتلفظ الار فيها بالنهايه فبصير ليفير ليفير اللي هو فصل الشتاء لو برانتون ليتي le temps l'hiver فصل الشتاء ننتبه هلا بعطيكم شوي بس في شغله صغيره باستخداماتهم بس مجرد امثله اكزامبل اكزامبل اللفظ مش اكزامبل اكزامبل سي لو برانتون يعني ات از سي مرت معنا معناها ات از ات از ات از سي لو برانتون هذا الربيع سي لو برانتون يعني هذا هو الربيع L'hiver est froid. شتاء بارد. L'hiver est froid. J'aime l'été. بحب الصيف مثلا. J'aime l'été. هاي مجرد أمثلة عشان استخداماتهم. هلا اللي ننتبه لها دائما إنه أنا برانتون بستخدم لها كحرف جر أو. إحنا حناخذ قريبا أحرف الجر إن شاء الله. أو للبرانتون. بالمقابل الثانيات كلهم بستخدم لهم أون. ليش؟ لأنه إيتي أو تون إيفير بيبدأوا بحرف علة، الأش هون الأش بأغلب اللغة الفرنسية يعتبر حرف علة، أش مويب بسموه ساكن، إيفير ما بنلفظش إلا في حالات قليلة جدا شاذة بنلفظ، لكن بالأغلب لا يلفظ، إيفير أو تون حرف الأ، إيتي حرف الأ، فهون بستخدم لها أون، برانتون بيبدأ بحرف عادي لو بي فبستخدم لها او هاي بكون تنتبهوا لها الشغله البسيطه فيها بهذا الموضوع مثلا جويي جويي اخذنا له الشهر السابع جولاي جويي اي تون ايتي موجود في الربيع بالصيف جويي اي اون ايتي في الصيف ان سمر ديسمبر اي تون ايفير ديسمبر متى بالشتاء مي اي تو برانتون بالربيع او برانتون لاحظتوا بستخدم او فقط لبخانتون الفصول الثلاثة الأخرى بستخدم لها اون اون لأنها بتبدأ بحرف علة لكن أثناء اللفظ هي اون لكن أثناء لفظة لأنه بعديها الان حرف علة فبنعمل زي نوع من أنواع الوصل أثناء اللفظي فبصير اونيتي كأنه بنلفظ الان اونيتي تلفظ لحالها اون لكن مع الايتي بتبدأ بحرف علة بصير اونيتي اونيتي يعني زي بألفظ الان لانه وجود حرف عله والتقاء بلتقي يعني بلتقوا زي كلمتين بصيروا كلمه واحده اونيتي اونيتي يعني ما توقعوش حدا يحكي لكم جويي اي اون ايتي الا اثناء التعلم الشخص الفرنسي هينطق لك اياها او الكيبيك جويي اي تونيتي جويي اي تونيتي فعمل ليزون بين
تي مع الـ ان مع الـ أ وعمل ليزون ان مع الـ أ. ربطهم بعض. فصارت كأنها كلمة واحدة. ديسمبر اي تون ايفير. مي او تو برانتون. اي تو برانتون. اي تو برانتون. اي او برانتون. لكن احنا مبدئيا نمشي على اللفظ شوي ببطء ومع الوقت ان شاء الله بتاعي تعود الاذن السماعية تتعود على الفصول. هناخذ اليوم شوي كيك مجموعة جمل عن الإتي، منها نستفيد من الفوكابولير اللي هو الفوكابولاريز الموجودة، الكلمات المصطلحات، ومنها بشوف مثلا تشوفوا كيف تركيب الجمل الفرنسية وكيف نطقها. لتي، لتي اللي هو الصيف، لتي الصيف. اونيتي، اونيتي في الصيف. الفيشو، الجو حار. الفيشو دائما باللغة الفرنسية بدي احكي انه الجو بارد او الجو حار بحكي بستخدم فعل فير. اخذناه فعل فير معناه to do بالانجليزي، يفعل او يعمل، to do بالانجليزي. بستخدم فعل فير بحكي il fait. هون il مش معناها هو، احنا عندنا il هو، لكن في نوع il هون بسموها il impersonnel اللي هي مالها شخص، بتدلش على شخص، زي it يعني بالانجليزي. On est il بمعنى it باللغة الإنجليزية. Il fait chaud. Il fait froid. Froid برد مثلا. نستخدم فعل faire. صير il fait. Il هون بمعنى it. Il تستخدم أحيانا هي معناها هو، لكن il تستخدم بمعنى it باللغة الفرنسية أحيانا إذا ما كانتش بتعود على شخص معين اللي هو he، تستخدم بمعنى بالأثناء بعض الجمل بمعنى it. il fait chaud يعني الجو حار. il fait froid الجو بارد. كل بساطة chaud froid. إذا متذكرين o i تلفظ و و a u chaud o كأنها o يعني chaud. تمام نكمل. On était il fait chaud, الجو ساخن أو حار. On était le soleil se lève tôt. Le soleil الشمس. Soleil الشمس. شفت له دعفنا مذكر. Le soleil se lève tôt. Se lève tôt. Se lève tôt. يعني تطلع بكير. Et se couche tard. وبتغيب متأخر. تغيب الشمس يعني تشرق بكير، تغيب متأخرة. لوف أخذناها لوفي اللي هو معناها ينهض، يعني إذا تستخدمها لشخص معناها ينهض، تستخدمها مع الشمس معناها تشرق أو تطلع. كوش نفس المبدأ، كوشي فعل كوشي معناها ينام، كوشي ينام، لكن مع الشمس معناها تغرب. ها؟ في بس سؤال مواعيد البرامج. سوري إفري البرامج إفري تيوزداي كل يوم ثلاثاء الساعة 5 PM مساء توقيت أوتاوا أو توقيت إيسترن توقيت أوتاوا. يعني الساعة 5 مساء توقيت أوتاوا بتصادف ممكن 12 بالليل توقيت الأردن مثلا أو مصر. أوكي أون إيتي لو سولي سوليف تو تنهض أو تشرق بكير. سكوش تا متأخرة بتغيب متأخرة. لي جون لي جون الناس لي جون الناس بارت بارت يغادر من فعل بارتير بارت يغادر. سوفون غالبا à la plage on était غادروا على الشط on était. هلا on était بقدر احطها في البدايه بحطها بالنهايه ما في مشكله، يعني زيها زي اي لغه، يعني بعتبرها كظرف ظرف زماني بستخدمها، بامكاني اضعها في بدايه الجمله بوسط الجمله بنهايه الجمله. بقدر احكي on était les gens partent مثلا في الصيف الناس تغادر الى الشط، او الناس تغادر الى الشط في الصيف، أو الناس تغادر في الصيف إلى الشط، فما عندي مشكلة بمكان أونيتي. بقدر أحطها بداية الجملة
نهاية الجملة، ممكن أحطها حتى هون في وسط الجملة، ما في عندي مشكلة. Les gens partent souvent, perdre souvent, غالبا à la plage, إلى الشط، في on y تحصل. Les camping. الكامبينج نفس الانجليزي، هي كلمه مشتقه من اللغه الانجليزيه وداخله للقاموس اللغه الفرنسيه. الكامبينج كامبينج سون رومبلي، رومبلي متعبئه معبئه يعني ملانه معبئه. دو فاكونسيي اونيتي، فاكونسيي من فاكونس اجازه، لي فاكونس مرت معنا قبل اجازه، فاكونسيي الشخص اللي بذهب باجازه اللي بروح بالهوليديز. اونيتي في الصيف. Les Milan, 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 اللي هو الشمام احنا بنحكي له. اللي باستيك اللي هو البطيخ. الميلون اللي هي الميلون بالانجليزي، والباستيك الووتر ميلون. Sont délicieux. Délicieux, لذيذ. Délicieux, لذيذ. En été, في الصيف. طعمهم لذيذ في الصيف. الميلون اللي هو الميلون نفسه الشمام. الباستيك اللي هو البطيخ او الووتر ميلون. Sont délicieux en été. L'été, الصيف. On fait de la plongée. Fait. اخذناه فعل faire وهي مكتوب. Faire le to do. نستخدمه كثير كثير باللغة الفرنسية زي ما حكيت لكم. عشان هيك اعطيتكم تصريفه من البداية وحكيت لكم مهم جدا. On fait de la plongée. Plongée. حطيكم ان شاء الله مرة عن مثلا عن 10 استخدامات له او كذا، استخدامات الشائعة له. Plongée اللي هو الغطس. Diving. Plongée الغطس. Diving. Sous-marine. تحت البحر. طبعا ادو سيرف، السيرف اللي هو التزلج على الامواج. ليتي اون في دو لا بلونجي سو مارين ادو سيرف. لادجكتيف دو نون ايتي اي استيفال، اذا نستخدم صفه شيء يعني نحكي بالعربي الصيفي نستخدم استيفال، فبس نحكي باللغه الفرنسيه شيء استيفال يعني زي مهرجان صيفي بسموه استيفال، اي شيء صيفي نحكي له استيفال صيفي. تمام، هاي هي الصفه تاعت ايتي استيفال. هاي لليوم اتوقع الوقت دهمنا اليوم، بنكتفي بهذا القدر. بكمل لكم عن الفصول المره القادمه وبعطيكم اشياء جديده ان شاء الله. حاولوا راجعوا انتم اللي اخذناه، طريقه طرح الاسئله مهمه جدا باللغه الفرنسيه. في زي ما حكينا الستايلات الثلاث، تعلموا عليهم تدربوا عليهم. الافعال بناخذها دائما احفظوها وتعلموا، ظلكوا اعملوها براكتس تدربوا عليها. وطبعا تنسوش تدعموا قناه كنار والقائمين عليها. بونسواغي، بتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه. بونسواغي تو الموند، والى اللقاء ان شاء الله.